لكم تاني في الفقرة التانية النهاردة، وزي ما اتفقنا معاكم ان البرنامج بتاعنا بيتفاعل مع الحدث. دايما بيمتاز فصل الشتاء بالتغيرات الجامدة والأمراض المعدية، فحبينا النهاردة نقدم فقرة بشكل مختلف شوية. عايزين نربط ما بين التغذية العلاجية أو الثقافة الغذائية والأمراض المعدية، عشان كده لازم نجيب حد متخصص في حتة التغذية العلاجية. علشان كده خليني أرحب بضيف ضيوفكم النهاردة، الدكتورة ياسمين عبد الحميد، استشاري التغذية العلاجية والعلاج الضوئي والتجميل. دكتورة ياسمين صباح الفل عليك. صباح الفل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. ماشي امورك كويس؟ الحمد لله. ايه بقى قصه التغذيه العلاجيه او الثقافه الغذائيه؟ هو فعلا في حاجه اسمها ثقافه غذائيه؟ تمام. هي الموضوع الثقافه الغذائيه هي جزء كبير من يعني انا شايفه ان انا كصيدلانيه وكصيدله اكلينيكيه، جزء كبير من صناعه الدواء هي ليها علاقه اوريدي بالغذاء، لانه اكيد في مستخلصات كثيره بتطلع من نباتات او من بعض الاطعمه اوريدي بتستخدم في ادويه كثيره، منها ادويه الكحه حتى. تمام. كلنا بنشوف في ادويه كثيره بيبقى فيها الجوافه، بيبقى فيها الزعتر، بيبقى فيها حتى المذيب او الاكستراكت بتاع البلو بيري، الحاجات اللي هي التوت، الحاجات دي كلها، الحاجات دي فعلا ليها فوائد قويه جدا بالنسبه للبرد والكحه ونزلات البرد. ففي جزء كبير جدا من المواد الغذائيه بتاعتنا او الاطعمه بتاعتنا فيها جزء كبير ليه علاقه بنزلات البرد والمناعه والكلام ده كله، بس في مشكله انه ما فيش حته الوعي الكفايه. تمام. بناحيه الجرعات، بناحيه الاطعمه المناسبه لكل واحد، لان هي. طبعا حضرتك في سياق حديث بتقولي الصيدله الاكلينيكيه. يعني بصي، خلينا البرنامج بتاعنا اصلي بيخاطب يعني كل افراد وطوائف الشعب. تمام. او المشاهدين او المتفرجين. تمام. عايزين نعرف الناس يعني ايه صيدله اكلينيكيه. هي الصيدله الاكلينيكيه هي تخصص اعلى شويه من الصيدله العاديه، يعني الصيدلي العادي المفروض ان هو بيبقى عارف التركيبه بتاعه الدواء وبيبقى عارف الجرعات ويستخدم مع امراض ايه. تمام. الصيدله الاكلينيكيه متشعبه اكتر، ان هي فيها حته كبيره ان احنا بندرس فيها الامراض. تمام. وبنبدا ان احنا يبقى عندنا خلفيه كويسه، بنقدر نساعد الدكتور سواء في العياده او في المستشفى ان هو يبدا نحدد مع بعض النوع العلاج ده نوجهه لانهي مريض لانهي مرض. تمام. احنا الفقره بتاعتنا اتكلمنا ان هي عباره عن الثقافه الغذائيه وعلاقتها بالامراض المعديه. عرفنا يعني ايه ثقافه غذائيه، محتاجين نعرف الامراض المعديه بقى. الامراض المعديه طبعا هي كل الامراض اللي ممكن بتتنقل عن طريق التلامس او النفس، اللي هي فيها الجزء اللي هو العدوى. تمام. الجزء المعدي. تمام. يعني الغير معديه اللي احنا بنتكلم فيها على الامراض بتاعه امراض القلب والضغط والكوليسترول، دي كلها امراض غير معديه ما بتتنقلش عن طريق حد، ده بيبقى نتيجه جينات معينه في الجسم او سوء تغذيه برضو او نظام الحياه اللي ادى الى ظهور سكر او ضغط او ما شابه يعني. تمام. بالنسبه للامراض المعديه لا، ده بيبقى نتيجه برضو نقص مناعه زائد ان انا موجوده في مناخ او في مكان العوامل اللي فيه ادت ان انا ادى الى سهوله ان انا اخد العدوى دي، سواء عدوى بكتيريه او عدوى فيروسات او حاجه زي كده. طب تعالى نقسم الفقره بتاعت النهارده لحاجتين وهنربطها دايما بالغذاء، الوقايه والعلاج. يعني احنا هنتناول في جزء من الفقره النهارده ايه هي الاغذيه اللي ممكن تزود المناعه بتاعتنا. تمام. وبالتالي تخلي الاصابه بتاعتنا بالامراض المعديه قل. تمام. والجزء الثاني ناخد الاغذيه اللي ممكن تساعد في عمليه الاستشفاء من الامراض المعديه. تمام. تمام. اوكي. خلينا بقى ناخد الجزء الاولاني، التغذيه كجزء وقائي من الامراض المعديه. تمام. طيب خليني اول حاجه، يعني انا يعني في حاجه لطيفه في الكلام اللي انا هقوله، ان انا معظم الكلام اللي انا بقوله بيبقى مركب شويه او بناء على ملاحظات كتيره بشوفها مع الناس. هي. يعني مش بس يعني انا ما بعتقدش ان احنا بس الكلام اللي بندرسه في الكتب او في الدبلومات هو ده اللي انا اقدر ابني عليه طرق العلاج، لا. هي. لازم بيبقى كمان الجزء الثاني اللي هو الناس بتتصرف ازاي او بتاكل ايه او بتشرب ايه. تمام. اول حاجه انا بلاقيها ان الناس ما بتشربش ميه. بتشربش ميه؟ لا. يعني انا في مريضه مره قالت لي هي عندها التهابات في الجسم كتيره جدا والتهابات في المفاصل وحاجات زي كده. طبعا احنا دارسين الالم والانفلاميشن او الالتهاب ده بيحصل نتيجه ايه. فسالتها اول سؤال، قلت لها حضرتك بتشربي ميه؟ قالت لي لا. بتشربش ميه خالص؟ قلت لي ما بقدرش ابلع الميه. طب انا بسال يعني عايزه اسال سؤال، والموضوع ده كان بيدور في دماغي حتى امبارح وانا برتب الاسئله او المعلومات اللي انا هقولها. هو سهل ان انت تبلعي الدواء كبسول او قرص وصعب ان انت تبلعي الميه؟
ارد ده عليك سهل انا، وده صعب؟ ارد على عليك انا من خلال حالات اعرفها. هي المشكله كمان الناس ما بتشربش ميه وبتعوض ده بالكولا. مثلا يعني هو يعني هو بيستغنى عن الميه بالكولا او بالقهوه او بقوي ان كان. يعني بالظبط. هو يا ريت كمان هو يعني ايه، يعني هو بيستغنى عن حاجه مفيده جدا بحاجه مضره جدا. انا عايزه اقول لحضرتك انه في التصنيفات بالنسبه للاطعمه والمواد الغذائيه بيعتبروا الميه سوبر فود. انا فوجئت يعني، دي حاجه امبارح لسه يعني في ستاديز، حاجات ما بعتها لي وليتست انفورميشن وداتا، ان امبارح لقيت في وسط حاجات مهمه كاتبين ان الميه سوبر فود. حضرتك متخيل اهميه سوبر الميه فود؟ سوبر فود ليه بقى؟ ما فيش كالوريز تقريبا انت بتاخدها من الميه، ده نمره واحد. نمره اتنين ان شرب الميه طبعا بكميات كبيره، مش بتكلم في الكميات العاديه، بكميات كبيره بيقلل كميه التهابات غير طبيعيه في الجسم. ده انا كده لسه بقول يعني بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الرحيم، لسه ما دخلتش في اكل. تمام. وهقول لحضرتك في تجارب شخصيه، انا واحده من الناس في يوم من الايام كانت مناعتي ضعيفه جدا، كنت باخد انتبايوتكس كتير. لما بدات افوق بقى الموضوع ده وبدات احس انه في حاجه غلط وبدات اقرا كتير جدا في التغذيه، فقريت عن الميه، لقيت في ثيرس كتير وفي ابحاث كتير جدا كانت بالذات في الصين واليابان، ده في يعني عدد كبير جدا من الامراض بيتعالج بالميه بس. طب هو المفروض الجسم يحتاج قد ايه، كام لتر ميه في اليوم؟ احنا بنتكلم في الافريج بتاعنا 3 لتر. 3 لتر. طبعا برضو من الحاجات اللي بسمعها، هو انا هفضل رايحه جايه على الحمام؟ هو انا مش، طب ما هو ثانيه واحده، دلوقتي انا في يوم ما عرفتش اشرب ميه مثلا، في يوم تاني انا قعدت في البيت، هعوض اللي انا ما عرفتش اشربه. تمام. برضو هنقول اللايف ستايل او انا بشتغل فين او بعمل ايه، يعني معلش سوري انا وصلت لمرحله ان انا ممكن ببقى في الشارع وبرضو بشرب ميه، حتى لو هخش اون ذا ران ولا بخش اي مكان بصراحه مش فارق معايا، بس تمام. فارق معايا ان انا شفت ناس ما كانتش بتشرب ميه وحصل لها توكسيستي او حصل لها تسمم، وفي ناس جاي حصل لها سديد على الكلى. فانا عايزه برضو اسال سؤال، يعني يعني يمكن انا هتكلم مع طريقه التغذيه في طريقه التفكير، احنا بنصعب ان احنا نغير العادات او السلوكيات بتاعنا، اوكي، في حين دي مش هكلفك حاجه، هكلفك بس ان احنا ممكن نعيد ترتيب بس حضرتك قلت مش اليوم. هتكلفك حاجه، مش هكلفك وبما ان حاجه. انا اقول لك على حاجه، طب ما تيجي نقول للستات تشرب ميه ليه؟ اكتر حاجه تهم الستات هي البشره. البشره، اعتقد ان في علاقه ما على بين فكره البشره والبشره، انا هقول حاجه، بين شرب الميه احنا والبشره. خلينا النهارده، يعني انا خلينا النهارده يكون الكلام بتاعنا واقعي اكتر بالنسبه للناس، ان انا بقول لهم نعمل تحدي، تمام، اقعدي يومين ثلاثه اشربي كميات ميه كتيره، لو ست بيت اعتقد الموضوع سهل وبسيط وانت قاعده في البيت ما فيش مشكله. حتى لو ست تخرج زي ما حضرتك بتقولي ممكن تشوف اليه ازاي اليه تظبط دخولها يعني. بالظبط بالظبط، ما فيهاش مشكله خالص. يعني انا بسمع كتير ناس تقولي لا انا ما بحبش اخش التويلت بره البيت، انا ما اقدرش اخش الحمام بره البيت. طب ما معلش برضو، ما هو في احنا برضو بريكوشنز او في محاذير معينه او في احتياطات انا ممكن اعملها وانا داخله اي تويلت بره. لا لا انا ممكن احلها حل بسيط قوي، هي بتقعد بره البيت 6 7 8 ساعات 10 ساعات، عندها 12 14 ساعه ممكن تعوض فيهم تشرب ميه. بالظبط بالمناسبه يعني بالظبط، يعني هو في الاخر احنا عايزين توصل لمعدل متوسط 3 لتر ميه في ال 24 ساعه. بالظبط بالظبط، اي كان بتاخدهم في ساعتين ثلاثه في 10 ساعات. وزي ما حضرتك قلت بالنسبه للسيدات اول حاجه هتشوفها بتتحسن كتير جدا البشره. البشره. تمام، يبقى احنا خدنا اول حاجه في الغذاء اللي هو السوبر فود اللي هو بيسموه الطعام السوبر يعني هو المياه. المياه. تمام. ايه تاني ممكن حضرتك كغذاء ناخده كوقايه من الامراض المعديه؟ تمام. إيه تاني حاجه بقى؟ التوابل. التوابل. يعني التوابل. يعني ايه توابل؟ إيه التوابل وهي يعني حتى بنقول ايه توابل؟ يعني كميات ايه؟ بسيطه. الله يفتح عليك. عشان انت برضه حاجات اللي انا شفتها. لما كنت بدات يعني انا عندي جروب تغذيه بدي عليه انفورميشن كتير او معلومات كتيره بالنسبه لناس كتيره ماشيه معايا في اساليب دايت وبتحاول تغير النمط بتاع حياتها، فكنت مثلا بدات اتكلم على كركم والجنزبيل. هل بنتكلم عن الاغذيه اللي بتقوي المناعه صح؟ اللي بتقوي المناعه. تمام، وبالتالي بتقلل فرص الاصابه بالامراض المعديه. بالظبط كده بالظبط كده. فكنت مثلا بدات اتكلم على الكركم والجنزبيل، طبعا الكركم والجنزبيل في ناس ممكن تبقى ممنوعه انها تاخدها. ومنهم التوم كمان، الثوم ده انا برضو من الحاجات اللي قريت عنه حاجات برضو ليه محاذير برضو معينه. بنتكلم في الناس بقى اللي هي بدات تلتزم، فبدا ده يبقى حاجه دوريه او نقول يوميه معاها. طيب خلينا نتكلم بس الاول على الفوائد وبعدين نقول مين اللي ما ينفعش ياخدوه او ياخدوه ازاي او بكميات عامله ازاي. يعني قصه حرب المباركه دي برضو قصه، والجرعه بتاعتها ازاي، عشان دي برضو اهم. يعني انا عندي
انك ما تاخدش احسن ما تاخد، فبدل ما كانت حاجه طبيعيه مفيده تقلب حاجه مفيده ضاره. بالظبط. لا وممكن تبقى سامه كمان. يعني اذا كل حاجه بتتاخد بجرعات طبعا زي الدواء. ما احنا عشان كده يعني بنتكلم على الثقافه الغذائيه. هي مش حاجه سهله طبعا الناس تستوعبها بسهوله، وعايزه قراءه. يعني انا بوصل لمرحله بقول لهم يا جماعه دوروا ورايا والله، يعني اقروا اقروا. يعني قد يجوز انا ممكن الواحد بيجي له حاجات من ميديكال سايتس او من يعني اماكن كلها طبيه وحاجات زي كده، بس برضو بنحب نقرا بنحب نشوف، لان برضو في ساعات ناس بتنزل حاجات كتجربه شخصيه ليها، فانت ممكن تبحث حد حصل له حاجه من 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 اكل. انا شفت حد بياكل حاجات خضراء عنده حساسيه منها، راح لدكتور المناعه قال لها انت عندك حساسيه مش عارفه كان من جرجير او بقدونس. طب انا في الحاله دي اقدر اقول لها خدي جرجير وبقدونس؟ ما اقدرش اقول لها كده. بس ممكن تاخد حاجه بديل لجرجير. بالظبط كده. ما هي فكره التغذيه ان انا بحط بديل لحاجه انا مش قادره اخدها. نرجع للجنزبيل والكركم. الجنزبيل والكركم بالاماونتس او بالكميات اللي هي كتوابل بقدر استخدمها كوقايه برضو، ان هو بيقوي المناعه جدا، يعتبر مضاد للاكسده، مضاد للالتهاب قوي جدا. كركم وجنزبيل قوي جدا كمضاد للالتهاب، بينشط المناعه كويس قوي. لا وبيساعد على الحرق، ودي قصه تانية برضو، بيساعد على الحرق مع العسل والليمون. يعني في مشروب كده بيتاخد لا سحر يعني. تمام. دي حقيقه. تمام. خلينا نقول برضو نصنف نوعيه البيشنتس او نوعيه المرضى، يعني ده الصح. حد ما بياخدش ادويه هقدر امشي معاه كويس، مفيش مشكله، ما عندوش ضغط. معلش انا معترض، احنا هنصرف الناس مش البيشن او المريض، لان احنا بنتعامل يعني مع ناس مش مرضى دلوقتي. لا يعني خلينا نقول اي حد عنده نقص في المناعه ده مريض. تمام تمام صح كده، ده مريض. تمام. يعني ممكن حد على فكره يبقى نظام التغذيه بتاعه كويس جدا، فهو ما عندوش مشكله اصلا مع المناعه. تمام. اوكي. في حد تاني هو يعني يبان لك ان هو حد شخص سليم بس هو عنده مشاكل في المناعه. في الحالة دي أنا ببدأ طبعا لازم الأول بنشوف نتأكد إن هو ضغطه كويس، سكره كويس، ما عندوش مشاكل، ما عندوش مشاكل في سيولة الدم، الكلام ده كله. حضرتك بتقول الضغط والسكر، إنه واضح إن في بعض الفئات الغذائية بتزود الضغط بقى. بتوطي الضغط. بتزود الضغط. لا بتنزل الضغط. مفيش أغذية بترفع الضغط؟ في طبعا العرقسوس ده مصيبة. والله؟ الناس اللي ممكن تدمن العرقسوس ممكن يوديهم في داهية. كل دي بمناسبة ثقافة غذائية. خلي بالك. بص هقول لك المشكله فين، اللي انا استنتجتها دلوقتي مع الساده المشاهدين واللي معانا بصفه شخصيه. احنا محتاجين نبسط المعلومه للناس ونبسط الحاجات، يعني نقسم الحاجات اهميات. يعني ايه؟ يعني نيجي نقول والله الناس في كل بيت بتحتاج ايه يوميا في اكلها. بالظبط. وندي ازاي الثقافه الغذائيه في الحاجات دي. بالظبط. بمعنى اخر ان كل بيت بيحط ملح. هنتكلم عن الثقافه الغذائيه الخاصه بالملح مثلا، التوابل، خد بالك سيادتك، بحيث ان الناس ما تحسش ايه ده هرم كبير. لا لا لا، هناخد سنه سنه. بالظبط. فانا مبسوط حضرتك قلت التوابل، وانا كنت شايق جدا الجنزبيل والكركم. الجنزبيل والكركم والقرفه. والكركم كمان اعتقد ليه كمان فوائد على الكبد. بالظبط، ليه فوائد برضو على الكبد. والثوم ليه فوائد برضو للكبد والجنزبيل. بص هم كلهم، بس انت وانس ان انت بتساعد على الحرق تمام، فانت اوريدي هتنظم او هتظبط الدهون اللي في الدم اللي هي البلات ليبيد بروفايل او كده او كوليسترول. عايز اطلب منك طلب كده، ده حقيقي. عايز اشوف اليابانيين والناس بتوع اوروبا طبيعه اكلهم ايه. تمام. ونربط ده بالثقافه الغذائيه، لان انا متاكد ان هم عندهم الحته دي هابت، ان هو ممكن تلاقي التوابل عندهم في كل اكل. طب انا معلش هطلب من حضرتك حاجه. اتفضلي. بما ان يعني انا سافرت بره وشفت برضو، والواحد يعني مطلع، وعندي برضو سايتات او عندي تجمعات لاجانب بيعملوا حاجات زي هيلثي جوسنج وحاجات زي كده بيعملوا. تمام. يعني في سايتات عاملينها او جروبس عاملينها لحته العصاير اللي هي بيعملوا عصاير خضروات وفواكه حاجات زي كده بيستخدموها في الصيام المتقطع والحاجات دي كلها. فهو ما فيش حاجه اسمها ان الاوروبيين صحتهم احسن مننا او احنا اسوأ منهم، لا الكلام ده يعني ايه مش هنعممها. هي فئات. تمام. لان في منهم مثلا عايش على الفاست فود. ما لا اللي انا اقصده حاجه، حضرتك لو شفتي معدل السمنه في الدول الاوروبيه والدول حتى اللي هي بعض دول جنوب شرق اسيا بالمقارنه بمصر. ممكن احنا عندنا معدل السمنه عالي، بس في امريكا المعدل عالي مش انا ما قلتش امريكا. كان في اوروبا. وبعدين انا دايما انا حتى الفقره الثالثه بتاعت النهارده هنتكلم على السمنه، لان السمنه اتفقنا هي المحور الاساسي في جميع الامراض. تمام. اوكي. فانا عايز اربط
كل حاجه بالسمنه حتى التغذيه، لان احنا لو حلينا مشكله السمنه بالظبط بالتبعيه في حاجات كتير جدا هتتحل. اكيد. حلو. فانا النهارده البرنامج بتاعه الفقره بتاعتنا راحت في حتتين، حته وقايه ومنها اخد السمنه. بالظبط. طيب يعني خليني اكمل معاك الجزء اللي حضرتك اتكلمت فيه اللي هو الناس الهيلثي. عارفه المشكله اللي بتواجهني وبتواجهك ايه؟ عندنا كميه معلومات كتير قوي مش عارفين نوصلها. لا وعايزين نقولها لكل الناس وعايزين نقول كل المعلومات للناس. عشان كده خليني انا اقول لك، اصل انا قاعد وبفكر يعني، خليني اقول بعد البرنامج عايزين محتاجين نحط خطه مع بعضينا. تمام. نقسم الموضوع ده على سلسله حلقات. اكيد. يعني انت كنت اعتقد منزله على الفيسبوك او الواتساب فوائد عسل النحل مثلا. ده محتاج حلقات وحلقات. محتاج حلقات. انت جبت سيره التوم، التوم فوائده واضراره. محتاجين الحاجات دي كلها تبقى بالتفصيل. يعني فهماني يعني صح. يعني كل حاجه نتكلم فيها انديبس. يعني عنوان فقرتنا النهارده صوم. تمام. عنوان حلقتنا النهارده هو العسل، فدي حلقه نعتبرها حلقه مقدمه. تمام. تمام. احنا دلوقتي هنكمل برضو التغذيه اللي هي للوقايه والحرق في نفس الوقت. تمام. اوكي. طيب لو يعني كملت على السؤال بتاع حضرتك انه الناس سواء اوروبيين او الناس اللي بتفكر بطريقه صحيه بتاكل ازاي، اول حاجه حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، ازاي انه في اقدر اعمل تنوع في المواد الغذائيه اللي انا باكلها. ايوه. والكميات ما تبقاش كتيره، يعني مثلا زي حضرتك قلت في حاجه بتعلي الضغط وتوقع العرق سوس لو تشرب بكميات كبيره. ده غير كمان بقى زي الدواء بالظبط، انه في ناس بتبقى عندها قابليه ان ضغطها يعلى اكتر من ناس تانية. طبعا. يعني في حد ممكن يقعد يشرب العرق سوس ده من هنا لغايه بكره وما يحصلوش حاجه. حلو. يعني حته ال individual variation اللي هي اختلاف من شخص لآخر. لا لازم احترمها جدا جدا، يعني زي ما قلت حضرتك المذاكره حلوه وكتب حلوه وكل حاجه، بس انا بشوف مريض قدامي بحسه كده ايه موسوعه لوحده، هو ليه جسمه وليه طبيعته وليه الطريقه اللي بياكل بيها واللي بيهضم بيها واللي بيحرق بيها. يعني انا شفت ناس مثلا ما بتاكلش ما بتحرقش. قلت له لا انت ما ينفعش تاكل مره واحده في اليوم. شفت واحد تاني بياكل مره واحده في اليوم رفيع جدا. فهي ملهاش رول، ملهاش قاعده. انا بحاول ان انا اطبق الجزء اللي انا اعرفه او يعني عندي ثقافه فيه وعندي دراسه فيه على حسب تركيبه الجسم اللي قدامي. حد بينفع معاه حاجه، حد تاني ما تنفعش معاه. تحب ننصح الساده المشاهدين بايه تاني في الاغذيه اللي ممكن تنشط جهاز المناعه؟ الاغذيه اللي تنشط جهاز المناعه، يعني ممكن ياكلوا ايه تاني ينشط لهم جهاز المناعه؟ تمام. غير طبعا قصه التوابل اللي قلنا جزء منها الكركم والجنزبيل والقرفه والكلام ده، طبعا في الزعتر، في عسل النحل، في خل تفاح هايل، في زيت الزيتون، زيت السمسم. الالوان بتاعت الفواكه والخضروات ليها علاقه بالامراض؟ ده جزء ده دي بقى عايزه طالع ثلاث حلقات. تمام. خلي بالك احنا اتفقنا، احنا يعني هي الحلقه النهارده دي انا بعتبرها مقدمه كده. مقدمه. تمام. لان كل حاجه محتاجه نخش فيها بالتفصيل. بالظبط. تمام. الفواكه والالوان وعلاقتها بالفواكه، او الوان الفواكه والخضروات علاقتها بجهاز المناعه او بالمناعة. خليني اقول لحضرتك حاجه لطيفه عشان الناس تحس اكتر اللي انا هقوله وتحاول برضو تقرا فيه معايا. ليه في ناس لما تيجي تعمل دايت بيجي لك اكتئاب؟ لان بالتاكيد في اكلات المفروض تاكلها وما بتاكلهاش مثلا. تمام. وغير كده يعني ممكن بيحصل انه اللي بيحط الدايت ما بيبقاش حريص على حته الالوان وحته التغيير. تمام. دي مهمه جدا. تمام. لما حضرتك تيجي تاكل طبق سلطه مليان الوان، مليان خضروات مختلفه، او طبق فاكهه فيه فواكه مختلفه بالوان مختلفه. تمام. في دارك شوكليت، في اللي هي الشوكولاته اللي هي الغامقه. تمام. اكيد انت ما بتبقاش مكتئب وانت بتاكل. تمام. غير لما انا اقعد اقول لك مثلا انت الاسبوع ده كله مش عارفه مثلا يستفندي الاسبوع ده كله موز. لا ده غلط جدا. تمام. مفيش حته التنوع، حته الالوان مهمه جدا لانها بتشد العين وبتشد المخ كمان اكتر. بصي انا جات لي كام سؤال على الواتساب، التوت الازرق وامراض القلب دي هنبقى نفرد لها حلقات نتكلم فيها، بس انا عايز اختم معاكي بحاجه، ايه قصه بقى المورينجا والبروكلين؟ خاصه وانا دخلت مركز البحوث الاسبوع اللي فات اللي من حوالي 15 يوم، دخلت هناك مركز الدقي لقيت في كل حته ابحاث عن المورينجا. وانا عارف ان انت متخصصه في قصه المورينجا دي. يعني بنحاول. يعني بس خلينا نقول اول حاجه ان كل النباتات او كل الخضروات اللي فيها الخضرة فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. تمام. يعني طبعا كل حاجات الخضرة فيها حديد. تمام.
فيها كالسيوم. تمام. تمام. طبعا نسبه الحديد اللي في الخضار غير او نوعيه الحديد اللي موجوده في الخضار غير النوعيه اللي موجوده اصلا في اللحوم. تمام. دي قصه متفق عليها. تمام. النسب حتى مختلفه. تمام. بس المورينجا فيها اضعاف من الكالسيوم ومن الحديد وفيتامين سي. فبتديني مناعه كويسه جدا، وفي نفس الوقت بتعتبر كمان كعنصر مهم جدا مضاد للشيخوخه، حتى ان احنا في منتجات دلوقتي للمورينجا للبشره والشعر هايله. طب ما تيجي، ايه رايك نعمل حلقه اسمها المورينجا؟ ماشي انا موافق. خلاص، لان انا اصلا متحمس للمورينجا، وهقول لك بعد البرنامج ليه انا متحمس للمورينجا. تمام. الفقره خلصت بسرعه، احنا زي ما قلت لك دي تعتبر مقدمه بعد كده لحلقات سلسله حلقات هنعملها مع حضرتك، وده طبعا حاجه تسعدني وتشرفني، وانا مبسوط ان صيدله بيتجهوا للرجوع للطبيعه. احنا هنتولى حمله مع حضرتك هي الرجوع للطبيعه، ايه رايك؟ ان شاء الله. في نهايه فقرتنا الثانيه النهارده يسعدني ان انا اشكر دكتوره ياسمين عبد الحميد مستشاره التغذيه العلاجيه والعلاج الضوئي والتجميل، وعلى امل لقاء في حلقات او نعملها ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. استنونا بقى في الجزء الثالث، وهو ليه علاقه بالفقره الثانيه، التخسيس مع مستشار الطب والاقتصاد البرنامج. فاصل ونواصل.